بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 46. الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد الآيات التي ذكر الله فيها نعمته على المؤمنين توجيههم إلى استقبال الكعبة المشرفة في صلواتهم. هذه نعمة عظيمة. وكذلك ما أنعم الله به عليهم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله سبحانه وتعالى بشكره عند النعم، ثم ذكر هذه الآيات عند حلول النقم والمصائب، وأن موقف المسلم يكون الصبر والاحتساب. فالمؤمن يشكر عند النعمة ويصبر عند النقمة، وهو مأجور في كلا الحالتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له عجب، إن أصابته نعماء شكر عليها كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر عليها كان ذلك خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن يشكر عند الرخاء ويصبر عند الابتلاء. هذا المؤمن. وأما غير المؤمن فإنه يتكبر ويبطر عند النعم ويجزع ويتسخط عند النقم، فهو آثم في كلا الحالتين، حالة كفره بالنعم وحالة جزعه وعدم صبره عند النقم. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب للمؤمنين، لأن المؤمنين هم أهل الامتثال، والإيمان صفة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
والإيمان هو التصديق الجازم بما جاء عن الله ورسوله، ثم العمل بما جاء عن الله ورسوله، كما قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، وأهل هذا الإيمان هم الذين يناديهم الله جل وعلا بهذه الصفة الكريمة، لأنهم أهل الامتثال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا أمر من الله جل وعلا لأهل الإيمان بالصبر، الاستعانة بالصبر والصلاة. إذا نزلت بهم شدائد ومصائب فإنهم يستعينون عليها بهاتين العبادتين: الصبر والصلاة. والصبر معناه في اللغة الحبس، والمراد به هنا حبس النفس، حبس النفس عما يضر. وفسره العلماء بأن وقسمه العلماء لأنه ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أركان الصبر: صبر على طاعة الله بأن يؤدي الإنسان ما أوجب الله عليه من الواجبات ويتقرب إليه بالنوافل، وهذا لا شك أنه شاق على النفوس، لأن النفوس تريد الراحة وتريد الشهوات، والعمل شاق عليها، فلا بد أن يصبر، يصبر المؤمن على مشقة الطاعات. لا شك أن المحافظة على الصلوات الخمس، ولا شك أن قيام الليل، ولا شك أن صيام رمضان صيام التطوع، ولا شك أن إنفاق الأموال في طاعة الله، ولا شك أن الجهاد في سبيل الله، لا شك أن هذه أمور شاقة على النفوس، يحتاج المؤمن إلى صبر حتى يقوم بها. والذي ليس عنده صبر لا يستمر في الطاعة، بل يترك الطاعة ولا يصبر على مشقتها، إنما يصبر على ذلك أهل الإيمان. وكذلك الصبر عن محارم الله، لا شك أن النفوس، أن أكثر النفوس تميل إلى الشهوات ولو كانت محرمة، كشرب الخمر والزنا والسرقة والاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذه محارم. وكثير من النفوس تشتهي هذه المحارم، فالمؤمن يصبر على كف نفسه عنها، وإلا فإنها تجمح به
حتى يقع في هذه المحرمات. فإذا لم يكن عند العبد صبر يمسك به زمام نفسه فإنها تريد هذه الشهوات للذتها العاجلة ولا تفكر في عاقبتها، إنما النفوس تنظر إلى اللذة العاجلة ولا تفكر في العقوبة الآجلة. فإذا لم يكن عند الإنسان صبر على منع نفسه من هذه المحرمات فإنه يقع فيها، لا يمنعه منها إلا الصبر وهو حبس نفسه عنها. كذلك الأقدار والمصائب التي تجري على العبد في هذه الدنيا هذه تحتاج إلى صبر، أن يقابلها الإنسان بالصبر ومنع نفسه من الجزع ومن السخط، فيقابل هذه المصائب بالصبر عليها واحتساب الأجر فيها وعدم الجزع والسخط عند نزولها به. والصبر على المصائب ثلاثة أقسام: كف اللسان عن التشكي والصراخ والنياحة وكف الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، وكف النفس عن الجزع والسخط لقضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كف نفسه عن هذه الأمور، كف لسانه عن الكلام المحرم والنياحة، وكف جوارحه عن الأفعال المحرمة من لطم الخدود وشق الجيوب وإقامة المآتم، وكف نفسه عن الجزع والسخط لقضاء الله، فإنه حينئذ يكون قد صبر على المصائب فكانت خيرا له وكانت عاقبتها حميدة، ويجد مرارة في الأول لكن في النهاية يجد من وراء ذلك لذة وعاقبة حميدة. قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، مكتوبة في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع، إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالمصائب هذه من الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، ولا يمنع منها أي شيء
لا بد أن تقع، لأنك لا تدري. فعلى المسلم أنه يصبر عندها ويحتسب. ومعك متوسط المعرفة. أما المعاصي فهذه من العبد، أحكام الإسلام عليه أنه يتوب منها ويكف نفسه عنها، ولا يقول هذه مقدرة علي، هذا لا يجوز، بل يقول هذه معصية وهذه مخالفة، ويلوم نفسه ويتوب إلى الله. فالقضاء والقدر إنما يحتج به على المصائب لأنها من الله، ولا يحتج بها على الذنوب والمعاصي لأنها من العبد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، ولا يحتج بالقضاء والقدر، لأنه هو الذي فعلها، وهو الذي أتى بها باختياره ورضاه، فهي كسبه وهي عمله، فعليه أنه يتوب إلى الله عز وجل منها. هذا هو الصبر. كثير من الناس يصبر على أمور الدنيا، ولكنه لا يصبر على الأعمال الصالحة. يصبر في طلب المال، يصبر على طلب المال صبرا شديدا، بل يتعرض للقتل والخطأ والخطر العظيم في طلب المال، وكذلك يصبر في الجلوس للبيع والشراء في دكانها أو في متجره الساعات الطويلة، يصبر لأمور الدنيا، لكنه لا يصبر لأمور الآخرة. لا يصبر في المسجد دقائق أو ساعة يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي، ما يصبر إلا قليل من الناس، بينما هو يصبر في طلب الدنيا ويتفانى في طلبها ويمضي الأوقات الطويلة ولا يمل، ويتعرض للأخطار ولا يخاف في طلب الدنيا، لكن طلب الآخرة قليل من الناس من يصبر عليه، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالصبر. الذي ليس عنده صبر ليس عنده دين. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. شوه، منزلة الرأس من الجسد. الجسد اللي ما فيه رأس هذا ميت، ما فيه فايدة. كذلك الدين الذي ما فيه صبر هذا ميت، ما فيه فايدة. فالدين من الرأس، فالصبر، الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ومن لا صبر له فلا دين له. الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا دليل على فضيلة الصبر، وأن ثواب الصبر ليس له عد ولا مقدار، بل هو كثير لا يحصى. بينما الحسنات الأخرى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن الصبر لا يحدد أجره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر أمره عظيم، ومن رزق الصبر فإنه رزق الخير كله، ومن لم يكن عنده صبر فإنه لا يكون عنده دين. الصبر مع اليقين
بهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام تعرض لابتلاءات عظيمة لكنه صبر, وفي النهاية أكرمه الله سبحانه وتعالى بالدنيا والآخرة نتيجة الصبر. قال أنا يوسف وهذا أخي, إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هم ألقوه في البئر ليتخلصوا منه وظنوا أنه هلك, بينما لطف الله جل وعلا به وأخرج من البئر وبيع مملوك إلى رجل من أهل مصر, وهذا الرجل أحسن إليه ورباه ثم تعرض للفتنة وصبر ونجا منها, ثم في الأخير صار ملكا على مصر عنده خزائن الأرض, ملك على مصر. جاء إخوته دخلوا عليه على أنه ملك مصر, يريدون منه أن يبيع عليهم من الطعام الذي في الخزائن, ولا عرفوا أنه أخوهم وأنه يوسف. دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون, ما علموا أنه وصل إلى هذا المكان, وأنه لكن بماذا وصل إلى هذا المكان؟ بالصبر. قالوا وإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي, قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم, يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قابلهم بالعفو لما ذكروا موقفهم منه وإساءتهم إليه, وهو قادر سلطان وملك قادر على أنه ينتقم منهم, لكن ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم, يغفر الله لكم, استغفر لهم وهو أرحم الراحمين. هذا الصبر, هذه نتائج الصبر. الصبر كالصدر مر مذاقته, لكن عواقبه أحلى من العسل, لا شك. استعينوا بالصبر, هذا واحد. ثاني الصلاة, استعين بها العبد على المشاق لأنها تعينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها, يستريح عليه الصلاة والسلام من هموم الدنيا بالصلاة, لأنه يقف بين يدي ربه يدعوه ويناجيه بكلامه ويركع ويسجد أمام ربه سبحانه وتعالى, فتحل عنه مشاكل وكروبات في الصلاة. أقم الصلاة أرحنا بها. الصلاة ملجأ حصين إلى الله سبحانه وتعالى, يدخل فيه العبد من هموم الدنيا ومن كيد الأعداء, يدخل فيها على ربه سبحانه وتعالى فيفرج عنه كربته
ويدحض عنه عدوه. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة اللي عند كثير من الناس الآن أخف شيء ولا لها قيمة عندهم، وإن صلوها فيه عندهم من باب العادات، ولا يجدون لها لذة ولا يجدون لها أثرا، لأنهم لم يصلوا الصلاة المطلوبة وهي الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بخشوع. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصلاة التي يستعان بها هي الصلاة التي فيها خشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونظير هذه الآية في القرآن كثير. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. التسبيح هنا المراد به الصلاة. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الفجر. قبل غروبها، هذه صلاة العصر. ومن آناء الليل فسبح، صلاة المغرب والعشاء والفجر وما يتبع ذلك من النوافل، نوافل الصلاة وقيام الليل تهجد. وقال سبحانه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قرن الصلاة مع الصبر بالاستعانة على أذى الكفار. نحن أعلم بما يقولون، يعني الكفار الذين ضايقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره الله بالاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، يعني صل. قال سبحانه: قد نعلم أنك يضيق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا يستعان به على المشاق. سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، استعانة بالصلاة في المواقف الصعبة. لا شك أن من حافظ على الصلوات أن الله سبحانه وتعالى يفرج همومه ويكشف غمومه، وإذا وقع في شدة فإن الله يفرج عنه. يونس عليه السلام لما التقمه الحوت ووقع في بطن الحوت وفي الظلمات، قال الله سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين، يعني من المحافظين على الصلاة، فأنقذه الله بذلك من بطن الحوت. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة قيل المراد بها الدعاء، أي استعينوا بالدعاء. فإذا وقعت في كربة وفي ضيق وفي شدة فادعوا الله عز وجل. وقيل المراد بها الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا أصح، لأن هذا يشتمل على الدعاء. الصلاة فيها الدعاء وفيها الركوع والسجود والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه:
إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه يكون مع الصابرين في أنه ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم ويحميهم ويحفظهم. فهذه معية خاصة، لأن معية الله للخلق على قسمين: معية عامة لجميع المخلوقات، وهي معية الإحاطة والعلم، فهو مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته معهم، يشاهدهم ويراهم سبحانه، ويحصي عليهم أعمالهم ولا يخفون عليه. هو مع المؤمنين ومع الكفار ومع جميع الخلق، معهم بعلمه وإحاطته وإحصائه لأعمالهم، لا يخفى عليه شيء منه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، هذه معية علم وتعالى، يحصي عليهم أعمالهم ثم يحاسبهم عليها يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا. إن الله بكل شيء عليم، فهذه معية عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. النوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية نصر وتأييد وحفظ وإعانة، هذه خاصة بالمؤمنين، كما قال سبحانه في هذه الآية: إن الله مع الصابرين، هذه خاصة بالصابرين، وهي معية خاصة. أما المعية العامة فهي مع الصابرين ومع غيرهم، وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين، وقال سبحانه في لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولما طارد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مهاجرا إلى المدينة، اختفى هو وأبو بكر في غار ثور، فخرج الكفار في طلبهم، ووقفوا على الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فخاف أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تحت أقدامهم، تحت أقدامهم ما بقي شيء. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرني. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا، انصرف المشركون، لم يبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أقدامهم، أعمى الله أبصارهم ولم يروه عليه الصلاة والسلام، لأن الله معه، لأن الله معه سبحانه وتعالى. لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله مع عباده المؤمنين معية خاصة
معية نصر وتأييد وحماية وحفظ، وهو مع جميع الخلق معية إحاطة وعلم وإحصاء لأعمالهم خيرها وشرها. إن الله مع الصابرين. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هذا من المصائب، القتل هذا من المصائب، هذه بداية مصائب قتل المسلمين في الجهاد في سبيل الله، هذه مصيبة، هذه مصيبة تحتاج إلى صبر واحتساب. الله جل وعلا طمأن المؤمنين على هؤلاء القتلى الذين قتلوا في سبيل الله، طمأنهم أن هؤلاء ليسوا أمواتا، هؤلاء أحياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، هذه طمأنهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الشهداء، الشهداء في سبيل الله الذين قتلوا لإعلاء كلمة الله، هؤلاء شهداء. وهؤلاء وإن ماتوا في الدنيا وفارقت أرواحهم أجسادهم إلا أنهم في الآخرة أحياء، في البرزخ في القبر أحياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، ما هي مثل حياتهم في الدنيا. ولهذا قال: ولكن لا تشعرون. فأنت لو وقفت على الشهيد المقتول، لو وقفت عليه رأيته ميتا لا يتحرك، ليس عنده إدراك، بينما هو حي عند الله سبحانه وتعالى، حي أحياء ولكن لا تشعرون، يعني بحياتهم. أنتم لو رأيتموهم رأيتم أنهم أموات، صورة أموات، وفارقت أرواحهم أجسادهم، واستعدت نساؤهم عدة الوفاة، وفرقت مواريثهم، ولا هذا في الدنيا، لكنهم في الآخرة أحياء عند الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، شوف، أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم، ما هم مثل حياتهم في الدنيا، حياة عند الله برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم الشهداء في سبيل الله الذين قتلوا في المعركة وهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. وحكم هؤلاء حكم الجنايز، من ناحية أنهم يدفنون مثل ما تدفن الجنايز في القبور، لكنهم يختلفون عن الجنايز في أنهم لا يغسلون، لأجل أن تبقى عليهم دماء الشهادة في سبيل الله، تبقى على أجسامهم الدماء إكراما لهم، لأنها آثار نشأت عن طاعة الله جل وعلا. ويأتون يوم القيامة يأتون تثعب دماؤهم كما قتلوا، لونها لون الدم وريحها ريح المسك إكراما لهم، فلا يغسلون لأجل أن تبقى عليهم دماؤهم، لأنها آثار طاعة وآثار جهاد في سبيل الله عز وجل. ويكفنون في أثوابهم التي قتلوا فيها، ولا يؤتى لهم بأثواب أخرى،
بل يكفنون في أثوابهم التي قتلوا فيها وفيها الدماء وفيها آثار الشهادة تبقى عليهم، ولا يصلى عليهم صلاة الجنازة لأنهم أحياء عند ربهم. الصلاة على الجنازة شفاعة، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الشفاعة لأنهم أحياء عند ربهم، ونالوا من كرامة الله ما يغنيهم عن الصلاة، صلاة الجنازة عليهم من أجل مصلحتهم، لا من أجل مصلحتهم. فلا يصلى عليهم ويدفنون على هذه الهيئة، على هيئة وجودهم في المعركة، عليهم دماؤهم وعليهم ثيابهم التي قتلوا فيها. فإذا عبدوا الله وحده إن كان معنا مال، هذا حكمهم من ناحية، وإنما نعطيهم من ناحية أحكام الجنائز، وهذا هو الغرض الأساسي من الجنائز. بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني لا تحسون بحياتهم، لأنها حياة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هناك شهداء أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من قتلوا في المعركة، شهداء ينالون أجر الشهادة وهم في غير جهاد في سبيل الله. منهم موت الفجأة، المؤمن إذا مات فجأة، أصابه حريق، أصابه غرق، أصابه هدم، أصابه طاعون، أو أصابه وباء، أو المرأة تموت في ولادتها، هؤلاء شهداء، شهداء في الآخرة. أما في الدنيا فهم مثل سائر الأموات، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، فحكمهم في الدنيا حكم الجنائز، لكن في الآخرة حكمهم حكم الشهداء. ولهذا قال العلماء هؤلاء شهداء في الآخرة. أما من قتل في سبيل الله فهو شهيد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وفي الآخرة ينال كرامة الله عز وجل. وجاء في الحديث الصحيح أن أرواح الشهداء تكون في أجواف طير، أرواح الشهداء تكون في أجواف طير تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ثم تسرح وتشرب وتأكل من أنهار الجنة ومن ثمار الجنة، وتأوي إلى هذه القناديل المعلقة، تأوي إليها إذا أكلت وشربت. هذه حالتهم في البرزخ إلى أن يبعثهم الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. حياتهم حياة كرامة، لما بذلوا أجسامهم في سبيل الله عوضهم الله بأجواف طير تكون فيها أرواحهم، تسرح وتأكل وتشرب من الجنة، وتأوي إلى قناديل تحت العرش. هذه منازلهم في البرزخ. هذه حالة الشهداء في سبيل الله عز وجل. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، شوف بهذا الشرط، بهذا الشرط يقتل في سبيل الله، يعني يكون قصده إعلاء كلمة الله. أما إن كان دخل المعركة وهو لا يقصد إعلاء كلمة الله، وإنما يقصد الحمية أو يقصد المال والغنيمة، فهذا لا يكون كذلك. ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذه الآية يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، في سبيل الله بهذا الشرط، أن يكون قصده إعلاء كلمة الله
سبحانه وتعالى ونصرة الإسلام، هذا هو الشهيد. ثم قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لبلونكم، الابتلاء معناه الاختبار، أي لنختبرنكم ليتبين الصابر من غير الصابر. فالابتلاء هو الذي يبين الصابر المؤمن من المنافق ومن الجزع. عند الابتلاء يتبين الناس. ولنبلونكم بشيء من الخوف، شوف بشيء يعني ولو قليل، ما قالوا ولنبلونكم بالخوف والجوع، لأن الناس لا يطيقون الخوف كله ولا يطيقون الجوع كله، وإنما شيء من الخوف وشيء من الجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف ضد الأمن، الخوف من العدو، الخوف من القتل ومن السلب والنهب، تسلط الأعداء والكفار على المسلمين، هذا من باب الابتلاء والامتحان. وإلا لو كان المسلمون منتصرين دائما ومحميين ولا يتسلط عليهم أحد، ما تبين المؤمن الصادق من المنافق. شيء من الخوف والجوع، الجوع والعياذ بالله، الجوع وهو فقد الطعام والشراب اللذين بهما حياة الإنسان. لا يجد الإنسان ما يأكل ولا ما يشرب ولا ما يلبس، قد يصاب المؤمنون بشيء من ذلك وهم مؤمنون ومسلمون، يصابون بالجوع وهم مسلمون وهم مؤمنون. والله غني كريم، عنده خزائن السماوات والأرض، ولكن يمنع هذا عنهم للابتلاء والامتحان بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. نقص من الأموال، تصاب الأموال، تسرق، تغرق في البحار، تصيبها الجوائح التي تتلفها أو تنقصها، ليظهر صبر الصابر المحتسب من الجزع الذي لا يصبر. ما نقسم من الأموال والثمرات، من الأموال والأنفس، الأموال والأنفس. يصاب الإنسان بموت قريبه، بموت أبيه أو بموت أمه، بموت ابنه، بموت أخيه، بموت حبيبه، بموت أصدقائه، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والأنفس والثمرات، ثمرات النخيل والأعناب والزروع، تصيبها الآفات، تصيبها الجوائح حتى تقل محاصيلها. يكون عندك مزرعة فيها حبوب وفيها ثمار وفيها فواكه، تصيبها جائحة فتذهب بما فيها أو تنقصها، فإن صبرت عوضك الله خيرا منها، وإن جزعت عاقبك الله سبحانه وتعالى بأشد من ذلك، بأشد من هذه المصيبة. ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أيا كانت هذه المصيبة، في النفس أو في المال أو في الأقارب أو في الثمرات، أصابتهم مصيبة، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يصبرون على هذا ويقولون: بشر الصابرين، يجمعون بين الصبر وبين الكلام الطيب، كلام الصيب: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ملكا وعبيدا يتصرف فينا سبحانه كيف يشاء، يتصرف في مماليكه وعبيده كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولا اعتراض عليه سبحانه. إنا لله، ملك لله سبحانه وتعالى، ولسنا ملك لأنفسنا، وليست هذه الأموال ملك لنا،
وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى بأيدينا، إنا لله، فلا نجزع إذا أصابنا شيء لأننا لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر من الله جل وعلا. وإنا إليه راجعون يوم القيامة، راجعون إليه، ومصيرنا إليه سبحانه بعد البعث، فمردنا إليه، فنحن في هذه الدنيا ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره، وبعد الموت نرجع إليه سبحانه فيجازينا بأعمالنا، مردنا إليه سبحانه وهو أكرم الأكرمين، وهو يعوضنا عما فاتنا في هذه الدنيا خيرا منه في الآخرة. ولهذا لما هدد فرعون السحرة الذين تابوا إلى الله وسجدوا لله عز وجل وتوعدهم بأقسى الوعيد وهو القتل والصلب، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، لا ضير، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ما أرهبهم بالموت والقتل، لأنهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله، صائرون إليه سبحانه وتعالى، فهو إن قتلهم وين يذهبون؟ يذهبون إلى الله سبحانه وتعالى، وهو والموت لا بد منه، سواء قتلهم أو تركهم لا بد من الموت، لكن العبرة بالمصير إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول وبشر الصابرين، بشر، والبشارة هي الخبر السار، البشارة هي الخبر السار، أي أخبرهم بخبر يسرهم، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم، من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات من ربهم، الصلاة من الله هي الثناء على عبده، أن الله يثني عليهم سبحانه وتعالى ويمدحهم، هذه صلوات الله على عباده، ثناؤه عليهم ومدحه لهم في الملأ الأعلى. عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى، ما أصابهم في هذه الدنيا أعقبه رحمة، نقمة أعقبها رحمة، نتيجة إيش؟ نتيجة الصبر والاحتساب. عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم المهتدون، المهتدون إلى الصواب والحق، وأما غيرهم فإنهم ضالون، الذي يجزع ويتسخط هذا ضال، وأما الذي يصبر ويحتسب فهذا مهتدي، مهتد إلى الصواب وثابت على الحق، لا يتزحزح عنه عند المصائب وعند النوازل والكوارث، بل هو ثابت مطمئن البال، مطمئن ثابت الجاش، لا تزيده المصائب إلا ثباتا ورغبة واحتسابا فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي عاقبة الصابرين، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلى الحق والصواب، كما قال تعالى ومن يؤمن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هذا هو الهداية، هذا هو الاهتداء. أما الذي يتخبط
ويجزع ويتسخط لقضاء الله وقدره، فهذا في الحقيقة لا يؤمن بقضاء الله وقدره. وما دام لا يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه لا يقر له قرار ولا تطمئن له راحة، بل يكون قلقا ومضطربا دائما. أما أهل الإيمان فإنهم على ثبات وعلى صبر، إن أصابتهم نعم شكروها واستعانوا بها على طاعة الله، وإن أصابتهم مصائب صبروا عليها واحتسبوا أجرها وثوابها من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، وأن يجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا. نسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم والمسلمين على قول الحق والعمل به والثبات عليه. نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واستقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقسم أمواله على أبنائه وهو حي؟ وهل يجوز أن يعطي شيئا لزوجته؟ الله الأحسن أن الإنسان يبقي أمواله بيده ما دام حيا، يبقيها بيده، وإذا مات فالله جل وعلا قد قسمها قسمة عادلة تؤول إليهم. وما دام حيا فيبقي أمواله عليه وينتفع بها ويستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا رأى أنه يقسم أمواله على أولاده يجب عليه العدل، يجب عليه العدل. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيعدل بينهم، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله سبحانه وتعالى، ولا يترك أحدا من أولاده لا يعطيه شيئا، بل يعطيه بالعدل مثل ما يعطي الآخر. نعم. وإذا أعطى الزوجة فلا بأس بذلك، الزوجة أيضا صاحبة إحسان إليه ورفيق طيب معه، فيعطيها ما يرضيها. نعم. يقول: قال الله تعالى في قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هل هذا الإذن شرعي أم كوني؟ هذا الإذن شرعي، من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الله جل وعلا يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه، لأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ولا يكون من المشركين أو الكافرين، لأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة
الشافعين الشفاعة يشترط لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافعي أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل الإيمان وأهل التوحيد. نعم. يقول: ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الصنم ما كان على صورة حيوان، صورة إنسان أو حيوان أو حصان أو صورة ذوات الأرواح، هذا هو الصنم. أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة، كالقبر والشجر والحجر، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان على صورة ذات روح أو غير أو على غير صورة. نعم. تقول: ما هو حد الإكراه في الشرع؟ هل هو القتل فقط؟ الإكراه في الشرع الذي يعذر الله به يختلف باختلاف الأمور، وكل مسألة لها حكم. فإذا هدد بالقتل أو هدد بالضرب أو هدد بأخذ ماله هذا إكراه، هذا إكراه. نعم. يقول: هل المقام المحمود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل مقام يحمد عليه على حسب شفاعته؟ المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، أن يحاسبهم الله ويريحهم من الموقف.